صلبان خشبية وترانيم حزينة، مشاهد ألفتها لقرون أحياء القدس القديمة التي تشهد اليوم إحياء المسيحيين الأرثوذكس الذين يتبعون التقويم الشرقي يوم الجمعة العظيمة. آلاف المؤمنين طافوا أزقة القدس على درب الآلام الذي يعتقد أن السيد المسيح سلكه قبل أن يصلب ثم يدفن في قبر بني فوقه ما بات يعرف بكنيسة القيامة، ليقوم في اليوم الثالث حسب المعتقد المسيحي. لصليبك يا سيدنا نشهد، ولقيامتك المباركة نمجد. كل عام وانتم بخير. كما هو معتاد، لم يقتصر إحياء الذكرى على مسيحيي المنطقة، بل انضم إليهم مسيحيون شرقيون من بقاع الأرض المختلفة. I'm from Ethiopia. أنا من إثيوبيا وجئت للتو من أداء الصلاة في القدس كجزء من احتفالنا اليوم. أنا سعيدة جداً. هذا بالنسبة لنا مكان مقدس، اضحى عيسى المسيح بنفسه هنا حيث ولد وعاش ومات. السلطات الإسرائيلية شددت إجراءاتها الأمنية بهذه المناسبة التي تتزامن مع صلاة الجمعة لدى المسلمين، لا سيما في الشوارع المؤدية إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة. وشهد عشرات من عناصر الشرطة وحرس الحدود في محيط البلدة القديمة والطرق المؤدية للمسجد الأقصى.